الحمد لله الحمد لله معناها 3 بوان هذوما مهمين برشا خليونا نخدموا باكثر اريحيه. جاتنا تراف باش نخدموا فيها مليح باش نحضروا الفاز الجاي سيرتو الكاف. عنا قرعه صعيبه، عنا برشا صفر برشا تعب جاي يستنى فينا. لازمنا نكونوا حاسمين في المباريات الكل وحاضرين سيرتو لهنا. ان شاء الله ربي معنا اخويا، عادي مع عامل التعب والماتشوات اللي فجرت بعضهم والصفر وكل راك تشوف معناها ما تنجمش تعمل 90 دقيقة في التوب. نحاولوا نجريوا المباراة نتاعنا والحمد لله تمكنا من هذا. تاريخ كبير 103، جمهور كبير، عراقة، ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.